أهدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي باقة مواليد السعادة للطفل السعودية التي أطلق عليها والدها اسم إمارات تعبيرا عن حبهم للدولة، حيث تم تقديم الباقة الخاصة بمواطني دولة الإمارات كاستثناء لها تعبيرا عن قوة العلاقة الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. وعبرت والدة الطفل عن شكرها وامتنانها للاستقبال الذي نظمته الإدارة لهم، وأشادت بالمواقف التي تثبت قوة الترابط بين الإمارات والسعودية.